اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا، واكيد لفقره الديكور والمنزل. وبجوز انا راح استغل هذه الفقره جدا، فدائما نتحدث عن الديكور، وهناك ايضا مهندسين بصراحه رائعين ودائما بيعطونا وبيشاركونا افكارهم من خلال الهندسه والديكور والتصاميم الداخليه. لكن اليوم موضوعنا عن غرف نوم الاطفال، راح تشاركنا اليوم بحلقتنا لهذا الصباح المهندسه تمارا البزلميط، وهي مهندسه معماريه وديكور ايضا، فراح نستغلها من ناحيتين. صباح الخير دكتوره، يعطيك العافيه. صباحكم يا رب. اهلا وسهلا فيك مهندسه. ببدايه نحكي عن غرف الاطفال تحديدا الاشخاص اللي عم يعني بشطبوا بيوتهم، عم بياسسوا بيوتهم، ايش الامور اللي لازم ياخذوها في عين الاعتبار، بعدين نتحدث بامور اذا كان الغرفه موجوده ايش نعمل حتى تناسب الاطفال. ولكن خلينا بالبدايه اللي ربنا يعني عم او فتح لي عم بياسس بيته. هلا اول شيء غرفه نوم الاطفال غرفه مهمه جدا، لازم نعطيها عنايه واهتمام كثير كبير. اول شيء لانه الطفل لما تبلش الام تفصله عنها ببلش بعالمه الخاص، زي ما بيحكي عالمه اللي رح يقضي فيه وقت كبير، لعب ودراسة وغيرها. فبصراحة غرفة نوم الأطفال يعني لازم نعطيها أهمية من البداية من حيث التصاميم وحتى الأثاث الموجود فيها، ولازم تتم عن دراسة سواء للمساحات أو سواء للقطعة الديكورية، بحيث أنها تشمل بشكل عام جميع احتياجات الطفل، لأنه أنت مش عم بتغير كل موسم أو كل فترة بسيطة الديكور أو الأثاث. طبعا تعرف تكلفة مادية، وكمان ممكن يعني صعب أنك تغير كل موسم، فإحنا بنعمل أشياء بيسكس وبنطور عليها وبنغير عليها كل موسم، بحيث أنه الطفل ما يشعر بالملل زي ما حكينا، هذا عالمه الخاص يعني. نعم. طيب اليوم احنا بنشوف تحديدا بغرف الاطفال تكون مستثناه في المنزل، يعني بيقول لك غرفه اطفال فبيسلكوا حالهم. قديش اليوم هي مهمه بحياه اطفالنا، وممكن تاثر ترى على نفسيتهم وحياتهم ومستقبلهم. طبعا غرفه نوم الاطفال زي ما حكينا جدا جدا مهمه، ولازم نعطيها اهتمام من حيث التصاميم. اول شيء يعني لازم تشمل عده عناصر، وهي العناصر انها تكون تلبي جميع احتياجاته حتى يقضي فيها وقت أطول. وشغلة تانية، الألوان جدا مهمة طبعا، اختيار نوع الأثاث مهم لإله، لأنه يعني كغرفة نوم أطفال بنميزها عن باقي الغرف بأنها لازم تتمتع بدرجة عالية من الأمان، لازم نعطيها درجة عالية من السلامة، هي هذا اللي بيميزها عن باقي الغرف. اوكي الغرفه عندنا موجوده، ايش اللي بتختلف بين غرف الاولاد وغرف البنات، او تحديدا حتى بنوعيه العفش المستخدم فيها؟ هلا بالسابق كنا نعرف والله عندنا بوي بنلجأ لالوان الازرق، يلا طلع اخضر الالوان الفواتح وهاي الدرجات، نفس الشيء البنات. ولكن احنا عم نتوجه هلا بالتصميم الداخلي انه نبعد عن هاي الالوان او هاي الخصوصيه من الالوان. صح. عم نلجأ للالوان الحياديه، مو بس بالوان البينت الدهان، لا بالوان الفرنتشر كثير مهم، لانه احنا ما يعني عم نطور بالتصميم بحيث انه ما نخصصها حتى بكاركتر معين بشخصيات معينه. تعرفوا الأطفال أصلاً يعني هم ملولين، وبطبيعتهم الكاركترز أو الأشياء اللي هم بفضلوها بتتغير من موسم لموسم، فإحنا بنعمل الأشياء اللي زي ما حكينا اللي مكلفة أو باهظة الثمن أو صعب نغيرها من موسم للموسم بألوان حيادية مثل الأثاث الديكور الخشبي وكمان ألوان الدهان. نعم. فبنلجأ للأشياء الحيادية بحيث إنه بعدين ممكن نغير أو نطور، ممكن نضيف قطع، ممكن نضيف أثاث وإكسسوارات بسيطة أو أغطية الأسرة بحسب شو ميول الطفل وشو تغيراتها. نعم. طيب مهندس، اليوم موضوع التهوية والإضاءة في البيت وغرفة الأطفال تحديداً قديش مهمة، وأيضا جزء كثير ما بنتبهوا على موضوع الإضاءة داخل غرفة الأطفال اللي بتلعب دور أيضا في حياتهم داخل الغرفة. هلا الإضاءة جدا جدا مهمة، وبتيجي عندنا من عنصرين، الإضاءة اللي احنا اصلا بنأسس لها وبنركبها، او الإضاءة الطبيعية من النافذة. طبعا النافذة وجودها مهم جدا، مش ايضا لأغراض الإنارة، هي ايضا للتهوية، تهوية طبيعية بتحقق توازن حراري بداخل الغرفة، لازم نعمل زي تيار هوائي جوا الغرفة بحيث انها كمان نعرض الغرفة لأشعة الشمس، بتقتل البكتيريا وشيء صحي للطفل. اما بخصوص الإضاءة فاحنا بنلجأ دائما نعمل ميكس ما بين الإضاءة الاندايركت لايت اللي هي انا
بفضل تكون حوالين محيط الغرفة، اللي هي الإنارة المخفية اللي ما بتكون بشكل مباشر. هاي بنفضلها لفترات وساعات النوم، بحس الطفل بالاسترخاء، بيكون جو الغرفة لطيف وملائم للنوم وما بحس بالخوف بالليل. أما بالنسبة للإضاءة المباشرة اللي بنسميها السبوت لايت، هاي كتير مهمة، بتعطيه طاقة وبتعطيه توازن بصري، تركيز عالي أثناء الدراسة وأثناء اللعب، فبالتالي بنخفض كمان من معدل الخواطر الأخطار اللي ممكن تصير أثناء اللعب أو أثناء الدراسة. بتعرفي كمان مهندسة تمارة، في بعض الأحيان لما يكون الطفل مثلا نيوبورن مثلا بيقول لك دخل السرير، في بعض الأهالي بيقول لك لا خلينا نجيب تخت من هلا وعشان إحنا نستغل هذا الأمر، وبصيروا يحطوا له على الجوانب بالضبط هو اللي بتحمي الطفل عشان ما يوقع عن التخت. انت كيف بتفضلي هيك ولا بتفضلي هيك ولا لا نجيب مثلا السرير الصغير بعدين بعد ما يكبر شوي لا نجيب له تخت؟ هلا بالاعمار الاولى خلينا نحكي النيو بورن، الام ما بتفصل البيبي عنها، صح؟ فهي بالعاده بتكون بغرفتها، سرير مناسب لهذا العمر. احنا بنحكي على الاعمار اللي بتكبر شوي، اللي الطفل بنقدر احنا نفصله شوي عن الام، يعني خلينا نحكي ممكن سنتين ونص ثلاثه ببلش فيكي انك تفصلي. في عناصر كثير مهمه وزي ما حكينا يجب ان تتم دراستها قبل التفصيل والتنفيذ، لانه لازم تاخذ بعين الاعتبار جميع احتياجات الطفل. انت بتحقق يعني جميع احتياجاتك وتصميم واحد بيطلع مع تنفيذ واحد. الاشياء الاساسيه والعناصر الاساسيه اللي لازم نركز عليها زي ما احنا بنعرف أي غرفة نوم بيكون فيها موجود أكيد خزانة ملابس، أسرة، مكتب، لأنه مكتب أكيد مهم المكتب، لأنه التوازن كمان والجسم العقل السليم زي ما بيحكوها بالجسم السليم سواء بالدراسة أو باللعب لازم يكون موجود. فأنا بالنسبة لي العناصر الأساسية تكون موجودة، ممكن بعدين نضيفها، بس أهم شيء لازم يميز هاي الغرفة زي ما حكينا أنها تتمتع بقوانين وقواعد السلامة العامة. فمثلا أنا بلجأ بالتصاميم أنه تكون خلينا نحكي ما في اكسسوارات ابدا بالغرفه زي الايادي وهاي الاكسسوارات. في اكسسوارات حلوه وجديده وموجوده ومتوفره بالسوق، اللي هي مثلا انه بوش تو اوبن، انت بتضغطي على الدراور او الخزانه وبتفتح، واصلا هذا الشيء بقلل عندك الفوضى لانه الطفل بالاعمار الصغيره ما بيكون عارف اليه فتحها. في عندك مثلا الاسره، صرنا نلجا لموضوع التنجيد. التنجيد امن جدا طبعاً. وطبعا هو من جوا اصلا بيكون اساسه خشب وتنجيد، اما اقمشه او جلد. طبعا انا بفضل الاقمشه لانه الجلد يعني سهله الخدش وبعد فتره بتلاقيه خلص مشقق حتى في بعض منه، فرح تضطري تعملي له صيانه. موضوع مثلا المكاتب او الوحدات الجوارير او الاشياء الاضافيه بالغرفه بنحاول تكون خلينا نحكي كيرفد ايدج، يعني او اند نهايتها تكون ملفوفه دائريه نص دائره بالضبط او انها منحنيه. كثير بتقلل من من اخطار وقوع اي حوادث يعني للطفل. طب مهندسه، يعني كونك ايضا مهندسه مدنيه بنستغل الموضوع اليوم، كثير بنشوف ايضا في بعض الاوقات غرف اطفال يوجد بجانبها غرفه ملابس منفصله عن غرفه الاطفال، وانا بجوز مش مع ما بشجع كغرفه اطفال تحديدا. تنصح هذا الموضوع عشان تكون اوسع الغرفه للاطفال، ممكن يكون في مساحه للعب داخل الغرفه، هل هذا الامر صحيح ولا لا؟ طبعا اذا كان في بالامكانيه انه نفصل مثلا غرفه الملابس تكون في عندنا دريسنج روم طبعا اكيد افضل، لانه زي ما حكينا هو عالمه الخاص، فاحنا لازم نستغل المساحه بافضل طريقه ممكنه، من خلال مثلا انه الاسره ممكن نحطها بالزوايا عشان تعطي انت اكبر مساحه ممكنه للعب للدراسه لكل الاعمال الثانيه. يعني ممكن كمان نضيف وحدات تخزينيه مثل مثلا تحت السرير، هذا الموضوع كثير مهم، انا جربته شخصيا صراحه، بتعطيك وحده تخزينيه كثير عاليه، فانت بتضب الاشياء، بتخبي الاشياء الموسميه زي الالعاب والملابس وهيك الخاصه بالاطفال. قديش كمان في هلا موضه بالنسبه للغرف انه تكون الخزاين حتى فيها مخازن او ستورج اللي فوق، عاده كانوا نحط مثلا ابواب للخزاين من فوق ونحطها بعيده، هلا صار يخلوا الخزانه من الارض للسقف ويخلوا في ستورج سبيس عشان تقدر تحط فيها مثلا الحرمات واللحف، خلينا نكون كثير واقعيين، مثلا لبس الشتوي الصيفي من نفس الظرفه، فقديش هتبعتي كمان مساحه تخزينيه اذا بتستغلي غرفه الابناء عاده تحطي فيها بعض الامور اللي تخزينيه؟ طبعا اكيد. هلا زي ما حكينا موضوع التصميم والتفاصيل اللي لازم نعطيها والابعاد والقياسات كثير مهم ومن الاساس حتى يتم التفصيل مرة واحدة، صح؟ فحلو ان الام تقعد تدرس شوي شو احتياجات طفلها، شو الاشياء الاساسيه. فانا باجي بقعد يعني بفكر بالاوفر اول، خلينا نحكي بالشكل او بالتصور العام، بعدين ببلش اخصص انه جوا الخزانه شو ممكن اعمل، شلفز، ارفف، كذا. موضوع مثلا المكتب ممكن انه نحطه ان بتوين، يعني نعمله مثلا
كان محصور بين الخزانتين. نعم. فأنت بتوفر كمان هيك بالمساحة بمساحة الغرفة. نعم. يعني أخيرا مهندسة، يعني حابين هيك نصائح منك اليوم لكل الأسر اللي بيشاهدونا من خلال برنامج يوم جديد. والله أهم النصائح إنه زي ما حكينا نركز جدا على تصميم غرفة نوم الأطفال، لأنها هي يعني بتقعد فترة لا تقل عن 6-7 سنوات. بعدين نعمل الأشياء، خلينا نحكي بألوان حيادية، خصوصا بالديكور الخشبي وبالبينت. ممكن نضيف عناصر كتير حلوة وبتفعل وبتعطي رونق للغرفة، مثل الكاربتس، السجاد، وهو موضوع جدا مهم، سواء طبعا سواء لجلوس الطفل، سواء لعزل الصوت كمان مهم جدا، بتعرفوا الأطفال وعجقتهم. كمان ينصح بالباركه بالأرضيات. فينا نضيف كمان عنصر كتير حلو وصار جديد، اللي هو البرينتد وول بيبر، موجود عندنا كتير شائع هلا بالأسواق المحلية، اللي هي ورق جدران مطبوع بكاركتر معين. فهيك انت فيك تغير بالضبط، تتغير للطفل ويتغير مود ونمط الغرفة. المهندسة تمارا بدنا نشكرك ونشكر تواجدك معنا، شكرا جزيلا. اهلا فيك، شرفتينا. الله يسعدكم، اهلا فيكم.